capito. النجوم. اقترب موعد النوم. مامي بيج ودادي بيج وبيبا يشربون حليباً ساخناً. جورج، لماذا ترتدي كرجال الفضاء؟ ارتدي ملابس النوم. يحب جورج ما يتعلق بالفضاء. أو جورج، اخلع خوذة الفضاء لتشرب الحليب. حان وقت النوم يا صغار. ليلا يحب جورج سماع الدمى الفضائية. لا، ليس الفضاء ثانية. هذا ممل جدا. الفضاء ليس مملا، إنه عامر بالنجوم. أنا لا أرى أي شيء أبدا، إنه مظلم جدا. من الأسهل رؤية النجوم من الخارج. هل يمكننا الخروج الآن؟ بيبا، أنت بملابس النوم. إذا ارتديت المعطف فوق ملابسك يمكننا الخروج هذه المرة فقط. مرحى بيبا بيك. كرة قافزة. ستلعب بيبا وجورج في الحديقة بالكرة. رمى جورج الكرة لأعلى ارتفاع وأمسك بها. يمكنني فعل ذلك أيضاً. هي! أوه! لم تمسك بيبا بالكرة. هذه لعبة سخيفة. ها هي صديقة بيبا المقربة الحمل سوزي. سوزي معها مضربة تنس. أهلاً بيبا. مرحباً يا سوزي. هيا لنلعب التنس. نعم، يبدو مسلياً. لك يا سوزي. لم تصب سوزي الكرة. لم تصب بيبا الكرة. تحب بيبا وسوزي لعب التنس، لكن جورج يشعر بالإهمال. بيبا بيك. أبي، لماذا تستلق هكذا على الأرض؟ هذه أفضل طريقة لرؤية النجوم. انظرا للنجوم الصغيرة، كأنكما توصلان النقاط. هذا يدعى الدب الأكبر. نعم، وتلك النجمتين في النهاية تشيران إلى النجم القطبي. واو، النجم القطبي، النجم القطبي، هل أنت قريب أم بعيد؟ أنا أزوره في الظلام الشديد. لا يا بيبا، هذه النجوم بعيدة جدا. هل هي أبعد حتى من الشاطئ يا أبي؟ أوه نعم، لكنها تبدو أقرب بكثير عبر التلسكوب. وهل لدينا هذا التلسكوب؟ لا، لكن جرامبا بيج لديه تلسكوب جيد. هل يمكننا الذهاب إلى منزل جدي الآن؟ الوقت متأخر جدا. ربما يمكننا الذهاب هذه المرة فقط. مرحى. إنها المرة الأولى التي يخرج جورج وبيبا بالسيارة ليلاً. انظروا، إننا نتبع النجم القطبي. النجم القطبي، النجم القطبي، يشع لمعاناً وبريقاً، أرجوك لترنا الطريق. وصلت بيبا وجورج إلى منزل الجدة والجد. يا إلهي، آمل ألا يكون قد خلد إلى الفراش ونام. ماذا تفعلون هنا في هذا الوقت؟ نريد رؤية النجوم. بيبا وجورج يأملان أن ينظر عبر تلسكوبك. فهمت، حسناً، هيا بنا إلى سطح المنزل. ها هي أمامكم بسل عجوز. واو، بيبا بيك. بيبا وعائلتها سيخرجون اليوم. دادي بيج أعد لنزهة. بيبا، جورج، أجهزتما أشياءكما؟ أجل، أنا سأحضر تادي. ديناصور. يجب عليكما الاعتناء بألعابكما. أجل أمي. أنتم جاهزون؟ أجل دادي بيج. إذن هيا نذهب. ديناصور. لقد نسي جورج سيد ديناصور.
أوه جورج، عليك الاعتناء أكثر بالسيد ديناصور. ديناصور! أجميعكم متأكد أننا لم ننسى شيئاً آخر؟ أجل دادي بيج! أوه تيدي، لقد نسيت تيدي. أين تركت تيدي؟ أنا أعتقد على طاولة المطبخ. بيبا، يجب عليك الاعتناء أكثر بتيدي. تيدي! ها نحن ثانية، جاهزون؟ أجل دادي بيج! هيا بنا! هواية الجد هي مراقبة النجوم. والآن من منكم سينظر أولاً؟ أنا. أوه، النجم القطبي. نحن البحارة نهتدي به إلى الوطن. استخدمه أبي ليجد طريقه إلى هنا. هل يوجد أشياء أخرى في السماء؟ نعم، هذا الكوكب اسمه زحل. واو، ما هذه الحلقات الجميلة؟ إنها تتكون من الصخور والثلج. إن زحل بارد جدا. يمكننا بناء رجل الثلج. بسرعة انظري. أوه، إنه نجم الشهاب. يجب أن تتمني أمنية. أتمنى حين يكبر جورج بما يكفي ليمتلك صاروخه، سيأخذني معه إلى الفضاء. بيبا بيج. أوه، آسفة يا جورج، لا يمكنك لعب التنس، ليس معنا سوى مضربين. أنا أعرف جورج، لتكن فتى الكرات. نعم، إنها وظيفة مهمة جدا. سيكون جورج فتى الكرات، يجب أن يجمع الكرات التي تبتعد. إليك يا سوزي. أوه، لم أصبها. يا فتى الكرات. شكرا يا فتى الكرات. أوه، يا فتى الكرات. شكرا يا فتى الكرات. يا فتى الكرات. يا للهول، لا يحب جورج هذه اللعبة. بيبا بيج. هذه منطقة التنزه. وصلنا. مرحبا. أحب منطقة التنزه هذه، إنها هادئة وآمنة. الحمار الوحشي زوي ووالدها سيد حمار ساعي البريد. أهلا سيد حمار وحش، أجلبت لنا البريد. لا توصيلات اليوم، إنه يوم عطلتي. ناي، نقوم بنزهة للغداء. ونحن أيضا. لما لا نقوم بنزهة واحدة كبيرة؟ أجل. يا لها من نزهة رائعة. أيمكن لي وجورج أن نغادر الطاولة ونلعب مع زوي؟ أجل بيبا. زوي، لقد أحضرت تيدي. وأنا أحضرت قردي. ديناصور. لدي لعبة أدوات النزهة، لنلعب النزهة. أوه، إنه البط، إنه يظهر دوما عندما نقوم بالتنزه. لدينا عصير تخيلي. ولدينا كعك تخيلي. إنه كعك تخيلي جميل. يا إلهي، لا يريد البط كعكا تخيليا. حسنا، وهذا يعني المزيد للقرد وللسيد ديناصور وتيدي أيضا. بيبا بيج. ها هو الكلب داني، المهر بيدرو، القطة كاندي، الأرنبة ريبيكا، والأرنب ريتشارد. مرحبا بكم. أهلا بيبا. نحن نلعب التنس الآن. هل يمكننا اللعب أيضا؟ لكن لا توجد مضارب كافية. فلنلعب لعبة أخرى. لنلعب كرة القدم. نعم، كرة القدم.
الفتيات ضد الفتيان. سيحتاج كل فريق إلى حارس مرمى. أنا 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 أنا. سيكون المهر بيدرو والأرنبة رباكا حارسي المرمى. سنبدأ. هدف. أحرز الأرنب ريتشارد هدفاً. الفتيان في الصدارة. هذا ليس عدلاً، لم نكن مستعدات. أنت، هذا غش، لا يمكن الإمساك بالكرة. بل أستطيع، فأنا حارس المرمى. هيا يا ريبيكا. هدف. مرحى. الهدف غير مسموح. بل مسموح. ليس كذلك، بل هو كذلك. هيا الآن الضوضاء. أبي، الفتيان يغشون. لا، إن الفتيات يغششن. يبدو أنكم بحاجة إلى حكم. وما هو الحكم؟ إنه من يجعل الجميع يلعبون بنزاهة. سأكون أنا الحكم. كفى كفى. سأكون الحكم. الذي يحرز الهدف سيفوز. مرحى. بيبا بيك. لذيذ. القرد يقول أفضل كعكة على الإطلاق. بيبا، جورج، وقت العودة. إلى اللقاء يا زوي. إلى اللقاء. أأنتم جاهزون؟ أجل دادي بيك. وقت العودة لنا أيضا زوي. حسنا أبي. أكواب، أطباق، قردي، تيدي. أوه لا، هذا ليس مكانك يا تيدي. بيبا نسي تيدي مجددا. بيبا وعائلتها وصلوا. اكتفيت من القيادة، كل ما أريده الآن الراحة ورفع قدمي ومشاهدة بعض. تيدي، لقد نسيت تيدي. أوه بيبا، الآن دادي بيك عليه القيادة ليعود إلى منطقة التنزه. أجل بالطبع. سيد حمار وحشي، ساع البريد. لقد ظننت أنه يوم عطلتك. إنه يوم عطلتي، لكن زوي لديها توصيلة خاصة للآنسة بيبا بيج. تفضلي يا بيبا. ما هذا؟ إنه تيدي. لقد نسيتي تيدي هناك، لذا أحضرناه للمنزل. شكرا زوي. بيبا بيج. أين الكرة؟ أسرع، سجل الهدف. أوقفهما. هدف. أحرز الأرنب ريتشارد هدفاً. مرحى، فاز الفتيان. كرة القدم لعبة سخيفة. لحظة واحدة، لقد أحرز الفتيان الهدف في مرماهم، مما يعني فوز الفتيات. حقاً؟ مرحى، كرة القدم رائعة. بيبا بيك.